ده اللي انا كنت منتظره منك يا خميس. اللي عايز ينجح ما يبصش لورا ولا يدور في دفاتره القديمه. انا زحت النوح من قدامك في السوق وكبرتك عليه. اطمعش بقى في اكتر من كده. ده مش طمع يا باشا، والله ما طمع، ده استرداد حق. هبقى كبير ازاي وانا مش عارف ارد حقي؟ شوف يا خميس، اللي عايز يكبر مش لازم يستهون باي حد قدامه، لازم يقيس قوته كويس عشان يعرف يتعامل معاه. وخلي بالك ان النوح ابن كار، فاهم الشغل كويس ومفطم ولاده وعنده عزوه وعنده رجاله، يعني مش سهل. طب يا باشا، هو مش فيه لا مؤاخذه يعني خرفان بتترمي للحكومه؟ بس النوح مش واحد منهم. ما انا ما كنتش واحد منهم وعملها معايا. ما هو خد جزاته، وانت شفت انا عملت فيه ايه. باشا انا مش عايز حد يزحمني في السوق. مين ده اللي يقدر يزحمك في السوق وانت هتبقى جوز بنتي؟ يتوب علينا ربنا. ما تسمعلوش المره دي يا خميس. العمروتي عايز يكسب الكل ويأمن نفسه. سواعي اسمع له وسواعي ما تسمعلوش. حيرتيني يا حاجه. لا حيرتك ولا حاجه يا ابن بطن. الصح انك تسمع للكل وتاخد اللي يفيدك. العمروتي عايز يجوزك بنته، قلنا وماله، ألف مبروك. لكن يحط لك النوح قتب ورا ظهرك، ده اللي ما يلزمناش. وكمان عايز أقول لك حاجة، السوق زي المخدة ما يستحملش اتنين حلوين. السوق زي المخدة؟ إيه البق ده؟ حلاوتك يا حاجة. إياك تكون فهمتني وقريت اللي في دماغي. قريت قريت قريت. بقى العمروتي الباشا عايز يرميني في السوق ويكبرني، بس في ذات نفس تلك الوقت يحط لي النوح على الخط كده يسخن بعبع يخوفني بيه، على اساس لو انا قلت معاه وما سمعتش كلامه يقول له يسخن فتلم انا بقى واسكت. قال يبقى لازم تخلص من نوح يا خميس. طلب البضاعة يا كبير. دي مش طريقة دي يا معلم نوح. ما انا جاي لك اهو بمزاجي. الراحة الراحة يا متر، دي مجرد اجراءات امنية. هي دي برضه الاصول يا معلم نوح. ما قول اهدى على نفسك شوية لا تقلق عرق. انتوا عايزين مني ايه يا معلمين؟ كل خير. مش باين. شوف يا متر، انت لو نظفت ودانك وسلكت مخك اخرتها هتبقى خير ان شاء الله. بس انت ما تقاطعش. بدران انت راجل عملي وده اللي بيعجبني فيك، عشان كده انا هخش في المطلوب دغري. انت تلزمني يا بدران. اشمعنى؟ انت هتستلوح من اولها ولا ايه؟ ما كلام المعلم واضح زي الشمس. ما انا بحاول افهم الشمس دي بتطلع منين يا معلم راء. ما انت لو كنت صنفرت دماغك كنت فهمت شمس بلادك تطلع منين. انت هتاخد قد ما بتاخد عند افندينا تلات اربع مرات. ومن غير ما نعرف هو كان بيديلك كام. يعني انت اللي هتحدد وانت اللي هتورزق. شفت بقى يا متر؟ احنا عايزين نعمل معاك الصح ازاي؟ طب يا معلم لو عندك قضية هات لي ورقها دلوقتي وأنا هدرسها أنا لو عندي قضية كنت بيت لك مكتبك بنفسي، ما كنتش هجيبك لحد هنا ولا مؤاخذة بالطريقة دي. خليك دغري يا معلم زي ما قلت. أنت لو لفيت الدنيا دي كلها على كعوب رجليك عشان تلاقي ناس سالكة زينا مش هتلاقي. إحنا علامة مميزة، المعلم النوح وولده. اوعى تفتكر ان انا زعلان منك عشان طلعت افندينا من قضيه قتل ابن الشهيد. بالعكس، انت اديتني فرصه اخد طاره بايدي مش بايد الحكومه. انت عايز ايه مني بالظبط يا معلم؟ رقبه افندينا. انت لحقتها قبل حبل المشنقه. المفروض بقى كمل جميلك تسلمها لي.
هو ده برضو العدل يا متر؟ أنا مش قادر أفهم أنت إزاي مأمن لراجل زي ده؟ ده كلب أفندينا يا حاج وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. إحنا في خطر يا براء، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجة هتضيع مننا. نفسي أفهم أنت قلقان من إيه بالظبط يا معلم؟ ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصورة. أنا حاسس إن الباشا هيسلمنا الخميس زي الخفان، وانا مش ناوي ابدا اناولها له، عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحه انا ما بقتش فاهمك يا حاج، شويه تقول لي سيبها وشويه تقول لي ارجع لها، هي ايه الحكايه بالظبط؟ يا نفهم بقى، بنته دي هي الشوكه اللي هنحطها بزوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟ بس دي ما تنسكش اللعبه التانيه. لعبه ايه؟ الرمانه. رمانه. رمانه. خشي اللي بره. اديني خشيت اهو اللي جوه. ايه يا تونه؟ مش رايح نفسك شويه يا حبيبتي؟ قدامي موضوعين بنزلهم عشان نصورهم، انا عارفه ان اللي معاك خلص وده موسم. حلو. شوفي بقى، الامتحانات دلوقتي بقت على الابواب، وانا عايزك تركزي عشان تفهمي دروسك اللي قدامك دي. ما تخافش، انا تمام. وبقيت اقدر اطبق يومين ثلاثه. يا سلام. طب بعمل لك شويه قهوه. ما تعمليش حاجه. تصدعني وخلاص. شكرا يا بابا. العفو يا بنتي. ربنا يقويك على اللي انت بتعمليه. بصي انا قاعد بره، لما تخلصي اللي بتطبعيه انا هاخدهم منك اتبسهم واجمعهم. ماشي. يلا. الو. ايوه يا منى، بقول لك ايه، انا شكلي اتعودت على الحبوب الهباب بتاعتك دي. ايوه بتصحصحني، بس انا مش عايز اعود نفسي عليها. دبريني قولي لي اعمل ايه. يعني نص مش هيأثر؟ طيب ماشي، يلا سلام.